وننتقل إلى أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق سوق أبو ظبي المالي منخفضا بنسبة 1% عند مستوى 9545 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.88 مليار مليون. ومن أصل 58 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسهم 30 شركة وبقيت 9 شركات على ثبات. وعلى صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم حياة للتأمين بنسبة 8.96% يغلق عند 0.83 درهم، بينما ارتفع سهم رأس الخيمة للدواجن بنسبة 7.11% يغلق عند 2.26. كما أغلق سهم ACG ستيليونز الإمارات مرتفعا بنسبة 4.88% يغلق عند 5.37 دراهم، بينما انخفض سهم شركة غذاء القابضة بنسبة 9.95% يغلق عند 68.80 دراهم. أما في سوق دبي المالي، فقد أغلق المؤشر العام منخفضا أيضا بنسبة بلغت 0.15% عند مستوى 3344 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 228 مليون درهما. ومن أصل 34 شركة تم تداولها اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات، بينما انخفضت أسهم 21 شركة وبقيت 3 شركات على ثبات. وارتفع سهم مصرف عجمان بنسبة 6.14% يغلق عند 1.21 درهم. كما ارتفع سهم تعليم القابضة بنسبة 2.33% يغلق عند 2.63 درهم. وأيضا ارتفع سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2% يغلق عند 0.10 دراهم. بينما أغلق سهم دار التكافل منخفضا بنسبة 9.72% عند 0.65 درهم. انتقل معك أستاذ محمود لتحليل أبرز ما جاء في أسواق المال الإماراتية. أبدأ مع حضرتك من بورصة أبو ظبي والتي أغلقت على انخفاض، ما تقييمك لجلسة اليوم؟ خليني في البداية كده أوضح لحضرتك أستاذ ريهام أن الأسواق الإماراتية شهدت خلال جلسات الأسبوع الماضي أيضا أداء هبوطي، ولكن ليس بالعنيف خلال جلسات الأسبوع الماضي وبداية جلسات هذا الأسبوع، وده قسوة بما حصل أو يعني على نهج ما حصل في بقية الأسواق المالية العالمية في ظل استمرار عملية المخاوف وحالة عدم اليقين التي تمتد جميع المستثمرين على مستوى العالم، بخاصة بشأن أو بخاصة من أو التي حدثت نتاج أزمة المصرف الأمريكي. وبالتالي يعني أداء الأسواق الإماراتية جاء ممثلا لما حدث وبالأخص سوق أبو ظبي لما حدث داخل الأسواق المالية العالمية، التي تشهد جلسة اليوم هبوط إلى حد ما ب 100 نقطة. وصل المؤشر الرئيسي بالنسبة لسوق أبو ظبي لمستوى 9450 نقطة خلال الجلسة، ولكن تم الارتداد مع نهاية الجلسة ليغلق فوق مستوى 9500 نقطة. أحجام التداول كانت قليلة إلى حد ما اليوم داخل سوق أبو ظبي لتبلغ ما يقرب من 1.07 مليار درهم، ولكن بصفة عامة بالنسبة للأسواق الإماراتية أو بالنسبة لسوق أبو ظبي، أنا أرى أن ما زالت هناك نظرة إيجابية مع مرور أو مع مرور هذا المنعطف الصعب على العالم جميعا ومدى الرؤية التي قد تحدث نتاج السياسات النقدية المتبعة. أنا أرى أن الأسواق الإماراتية بها جميع المقومات التي تجعل الاستثمار داخل أسواق المال الإماراتية وبالأخص سوق أبو ظبي الأوراق المالية قد تكون في مأمن، وده لعدة عوامل ذكرناها يمكن كثيرا داخل البرنامج، ويمكن أهمها زي ما قلت لحضرتك نتائج أعمال الشركات، صلابة الاقتصاد الإماراتي التي توضحها التقارير والبيانات التي يعني ظهرت خلال الفترة الماضية والتي قد تظهر خلال الفترات القادمة. وبالتالي كل هذه العوامل قد تدعم من ارتداد السريع لمؤشرات الأسواق الإماراتية وبالخاص سوق ابو ظبي. زي ما قلت لحضرتك خليني اقول لك ان هناك 123 شركه مدرجه داخل الاسواق الاماراتيه، 77 شركه داخل اسواق ابو ظبي محققه نمو في نتائج الاعمال ما يقرب من 70% عن العام المالي الماضي. وبالتالي كل المقومات تيجي استمرار قطار برنامج الطروحات الحكوميه والادراجات الناجحه داخل الاسواق الاماراتيه قد يكون داعم رئيسي، البيانات الايجابيه جدا للاقتصاد الاماراتي الذي يعني الاقتصاد الاماراتي استاذ ريهام اولى الاقتصادات التي تعافت من ازمه كورونا، وبالتالي هناك صلابه وهناك قوه بالنسبه للاقتصاد الاماراتي تدعم من اداء سوق الاوراق الماليه. ولكن ها هو الامر،
الأسواق المالية العالمية كلها متأثرة خلال الفترة الماضية، في حالة ترقب ماذا سيحدث أيضا غدا باجتماع الفدرالي الأمريكي، وبالتالي قد ينتج عن ذلك أو مع تخفيف حدة السياسة النقدية أتوقع أن ترتد الأسواق الإماراتية وأن يرتد المؤشر الرئيسي بالنسبة لسوق أبو ظبي، يلا قد يقترب خلال جلسات الأسبوع من مستوى 9800 نقطة. يمكن شاهدنا أيضا أستاذ محمود سوق دبي انخفض اليوم، ما تحليلك لأداء السوق؟ بالنسبه لمؤشر سوق دبي اليوم والذي هبط اليوم على يعني هبوط طفيف جدا لا يتعدى مقداره الخمس نقاط ليغلق قرابه مستوى 3344 نقطه، احجام التداول اليوم داخل سوق دبي بلغت ما يقرب من 606 مليون درهم، احجام تداول ضعيفه الى حد ما داخل سوق دبي، ولكن ايضا في المجمل لا تزال اداء سوق دبي ايجابي الى حد ما قياسا بما يحدث في الاسواق الماليه العالميه. هناك اهم دعائم او هناك دعائم رئيسيه يستند عليها سوق دبي لاستكمال الاداء الايجابي الذي بداه منذ بدايه العام والذي كان ملاحظ داخل سوق دبي، وهو النشاط الملحوظ للقطاع العقاري داخل اماره دبي وكذلك نشاط القطاع المصرفي. وهنا هوضح لحضرتك نقطه، ان القطاع المصرفي داخل دوله الامارات او البنوك الوطنيه اقتنصت النصيب الاكبر من صافي ارباح تحقق للشركات الاماراتيه، سواء 77 شركه داخل سوق ابو ظبي او 38 شركه داخل سوق دبي، ما يقرب من 191 مليار درهم، اقتنص منهم القطاع المصرفي ما يقرب من 50 مليار درهم بنسبه ايجابيه جدا للاداء المالي القوي وعمليات خطه التنويع القويه للمصارف الاماراتيه، وبالتالي انا اتوقع ان يرتكز مؤشر سوق دبي قرابه مستوى الدعم 3300 نقطة خلال جلسات الأسبوع، ثم يبتدي الارتداد مرة أخرى للتجربة قرابة مستوى المقاومة 3400 نقطة حتى تظهر الرؤية الخاصة بما ذكرته لحضرتك. يمكن أستاذ محمود في ظل الحديث عن أزمة البنوك العالمية، شاهدنا في دولة الإمارات ارتفاع أصول البنوك الوطنية المدرجة في أسواق المال بنسبة 32% خلال العام السابق. في ذات السياق أستاذ محمود، ما رؤيتك للقطاع المصرفي في دولة الإمارات؟ طيب خلينا أوضح لحضرتك كده، بالنسبة للقطاع المصرفي داخل دولة الإمارات بشكل ملحوظ، هنجد إن البنوك بدولة الإمارات ما زالت تبقى في وضع آمن بفعل عدة عوامل. يمكن حجم البنوك الإماراتية وأهميتها داخل الأسواق المحلية وخضوعها لقوانين أكثر صرامة عن نظراتها في كثير من العالم وبالأخص داخل الولايات المتحدة الأمريكية، جعل من البنوك الإماراتية أو قطاع المصرف الإماراتي في مأمن. أنا شرحت لحضرتك وقلت لك اقتنصت البنوك الإماراتية الوطنية ما يقرب من 50 مليار درهم من صافي الأرباح المحققة للشركات المدرجة داخل سوق أبو ظبي وداخل سوق دبي. دولة الإمارات أو القطاع أو المصرف الإماراتي تلتزم بقواعد المصرفية التقليدية التي تتمتع بمستوى من الرأسمالية الجيدة ولديها إجراءات تنظيمية وإدارة مخاطر عالية تعتمد على عملية التنويع وليس توجيه الاستثمارات نحو قطاع واحد أو توجيه التمويل نحو قطاع واحد، وبالتالي هناك تفادي لعملية المخاطرة. هنجد إن المصرف المركزي في الإمارات وضع قوانين وضوابط مالية صارمة للغاية على البنوك للمحافظة على الملاءات المالية الجديدة ونسب رأس المال المرتفعة التي قد تتجاوز 17% تقريبا، وبالتالي أنا أرى إن قطاع المصرف الإماراتي هو قطاع آمن للغاية خلال الفترات القادمة بفعل خطة تنويع وتوزيع المخاطر وتنويع التمويل لعدة قطاعات، وبالتالي قد يجعل هذا القطاع المصرفي داخل الإمارات في مأمن خلال الفترة القادمة، وبالتالي أنا لا أرى أن يعني لا توجد أي مشكلة تواجه قطاع المصرفي الإماراتي، بل بالعكس الاقتصاد الإماراتي جعل جميع القطاعات داخل دولة الإمارات في مأمن خلال الفترات القادمة ومقصد لكثير من المستثمرين. أستاذ محمود، بتواصل أزمة البنوك عالميا تفاقمها، وشهدنا أخيرا استحواذ تاريخي من مصرف UBS على بنك كريدي سويس مقابل 3 مليارات و250 مليون دولار، وقد ذكر البعض أن هذا أقل من قيمته. ما رؤية حضرتك للأوضاع، وهل ستواصل هذه الأزمة تأثيرها على أسواق المال العربية؟ خليني أستاذ ريهام كده أوضح لحضرتك وجهة نظري من خلال رؤية ومن خلال معاصرة للأزمة المالية عام 2008. جميع يلوح ان هناك بدايه ازمه كبيره تقترب من الازمه الماليه العالميه عام 2008، ولكن دون قراءه للمشهد او لكن دون قراءه لما يحدث داخل المصرف الامريكي، القطاع المصرفي الامريكي استاذه ريهام هناك به حجم اصول تتجاوز ال 22 تريليون دولار. سيليكون فالي بنك
قيمة أصوله بلغت حوالي 210 مليار دولار. فخلينا نوضح للسادة المشاهدين ماذا حدث في سيليكون فالي بنك. الذي حدث أن سيليكون فالي بنك يعتمد في المقام الأول على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنشآت التكنولوجية والتي تأثرت بشكل سيء جدا خلال الفترة الماضية نتيجة بيئة الفائدة المرتفعة التي أصبحت من ضمن الحلول التقليدية الغير مجدية في علاج معدلات التضخم. ومن هنا جاءت الأزمة وجاءت العصر نتيجة تأثر هذه الشركات، وبالتالي هناك بعض يعني تقاعس أو تأخر عن سداد الالتزامات أو سداد هذه الالتزامات الخاصة بالتمويلات، مع أن بنك أو سيليكون فالي بنك كان يعني هناك 108 مليار دولار من حجم أصوله يعني مطرحة أو يستثمر بها سندات داخل الأسواق الأمريكية بفائدة 2% قبل ما يقوم الفدرال الأمريكي برفع الفائدة لتقترب من 4.75. ومن هنا نشبت الأزمة داخل سيليكون فالي بنك أو داخل البنوك المصرفية الصغيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن على النقيض البنوك الأمريكية الكبيرة في حالة مأمن، ولكن جاءت أيضا الذي زود المؤسسات المالية الكبرى التي ابتدت تغير النظرة إلى نظرة سلبية بالنسبة لقطاع المصرف الأمريكي. ولكن أنا هنا هقول لحضرتك يعني مقولة، تفضل. بداية تصدير الأزمات أو تفاقمها بالنسبة لما عاصرناه في الأزمة المالية العالمية 2008 هو بداية لحلول المشكلات الاقتصادية الكبيرة. وأنا هوضح لحضرتك ما أقصده أو المقصد من هذا. كان حديث باول بالنسبة للكونجرس الأمريكي في آخر لقاء حديث مقلق إلى حد ما. كان هناك استمرار وتشبث على بيئة الفائدة المرتفعة حتى يعني بدون أن تظهر التقارير الخاصة بمؤشر أسعار المستهلكين أو بأسعار المنتجين، والتي ظهرت بعدها بيوم على طول هناك انخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين. وبالتالي كانت هناك حيلة من قبل الكونجرس الأمريكي عن مدى التشبث بعملية بيئة الفائدة المرتفعة، وخصوصا من ضمن الحلول التقليدية التي لا تعالج معدل التضخم، ويمكن التجربة منذ أكثر من سنة ولم يحدث جديد. وبالتالي هنا جاءت يعني موضوع تصدير الأزمات كان مهم جدا للمحاولة عن أو العدول عن بيئة الفائدة المرتفعة التي أصبحت غير مجدية لعلاج معدلات التضخم. ومن هنا أنا أرى أو ما أقصده أن بداية تصدير أو تفاقم الأزمات هو بداية للحلول الخاصة بالمشكلات الاقتصادية الكبيرة. وبالتالي أنا أرى إن قد تكون أزمة المصارف الأمريكية وقتية مربوطة باجتماع الفدرالي الأمريكي، قد يختل الفدرالي الأمريكي يعني غدا بعد غد لارتفاع الفائدة بما يقرب من 25 نقطة أساس فقط لا غير، حتى لا تحدث هزة وفقا للخطة التي وضعها الفدرالي الأمريكي. ولكن أنا أرى في الاجتماع المقبل قد يتم التثبيت أو التخفيض، وقد تسير الأمور بشكل طبيعي جدا مع مرور يعني هذه الفترة الصعبة ومحاولة سيطرة البنوك المركزية سواء يعني مشكلة كريدي سويس أو سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية وضخ أموال ودماء لهذه البنوك الصغيرة، قد نخرج يعني بشكل مش طويل من هذه المشكلة أو من هذه الوضع الاقتصادي بالنسبة للقطاع المصرفي الأمريكي. وهنا يعني هذه الأزمة لم ترتقي أن توصف بما حدث في 2008 والانهيار والرهن العقاري الذي أدى إلى إفلاس البنوك الكبرى أو وضع البنوك الكبرى في خطر. وبالتالي أنا أتوقع أن التأثير قد يكون طفيف إلى حد ما خلال الفترة القادمة. هنشاهد النهاردة أن نتيجة ارتفاع مؤشر الخوف بالنسبة للمستثمرين حول العالم صعد الذهب بشكل كبير جدا، ولكن ابتدت تحدث عمليات جني أرباح قرب مستوى 2000 دولار. اجتماع الفدرالي الأمريكي غدا سوف تحدد عليه رؤى كتير بالنسبة للمستثمرين، وسوف توضح حالة الترقب التي بها المستثمرين حول العالم نحو الاتجاه الصحيح خلال الفترة القادمة. وبالتالي أنا أرى أن قد نخرج بشكل سريع من هذه الأزمة، وقد يتم التوجه نحو الأسواق المالية مرة أخرى بمجرد التحول أو تحول الفدرالي الأمريكي من السياسات النقدية المتشددة الغير مجدية، وأنا بأكد على غير مجدية، نحو السياسات التيسيرية التي تساعد الاقتصاد على معدلات النمو وليس حالة الركود التي يعني بدأنا نخش فيها، وهي دي اللي نتج عنها أزمة المصارف الأمريكية. بيئة الفائدة المرتفعة هي عنصر رئيسي وأساسي. وبالتالي أنا أرى أن توجه البنوك المركزية هيبقى مع الفدرالي أو بعد كده مع الفدرالي نحو السياسة التيسيرية، وسوف تتعافى أسواق المال من يعني الهبوط خلال الفترة القادمة، وقد تكون الأسواق المالية عالميا وليس البورصة المصرية فقط خلال النصف الثاني من العام تشهد أداء إيجابيا جدا خلال الفترة القادمة إن شاء الله. ونشكر الأستاذ محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية على مشاركته معنا.